عمر، قم يا عمر، موعد المدرسة. ها؟ أين ذهب؟ عمر، هل أنت في الحمام؟ ليس هنا أيضاً. عمر، يا عمر، أين هو؟ من الصعب أن يذهب إلى المدرسة بمفرده ودون علمي. كانت رحلة جميلة. أجمل ما فيها الخير الذي صنعناه ودين قريبي الذي قضيناه. أنت الذي قضيته. وأنت رافقتني في رحلتي وستشاركني في ثوابها إن شاء الله. إنها أمي. هل سترد عليها؟ لا، ستسألني أين أنت؟ وأنا لا أريد أن أكذب عليها. إذن عليك أن تعود إليها حالاً. إلى اللقاء بمشيئة الرحمن. الوداع يا صديقي. عمر، عمر. صباح الخير يا أمي، هل أعددت لي طعام الإفطار؟ انظري في هذا الملف، أسماء 50 فرداً من أقاربنا. 50 فرداً؟ هم من تذكرتهم حتى الآن. ولماذا أعددت لهم ملفاً؟ سأتصل كل يوم بواحد منهم. مكالمة لن تستغرق دقيقتين، ولكن ثوابها كبير. أي ثواب؟ صلة الرحم يا أمي. بعد 50 يوماً من الآن أكون قد تواصلت مع كل أقاربي. فكرة جميلة. أعددت لك نسخة أخرى حتى تشاركيني تنفيذ الفكرة. المهم أن أجد الوقت الكافي لذلك. ألو؟ نعم يا شادي. ماذا تقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا جرى يا أمي؟ توفيت جدتي رقية يا عمر. والعزاء متى وأين يا شادي؟ صدق الله العظيم. يا حبيبتي يا جدتي، يا حبيبتي يا جدتي. هل أنت حزين لموت جدتك يا عم شادي؟ طبعاً، وهل لي غير جدتين في الدنيا؟ متى زرتها آخر مرة؟ منذ حوالي سنة. ومتى اتصلت بها في الهاتف؟ منذ حوالي 7 أشهر. يبدو أنك كنت تحبها جداً. انظر يا عمر، العائلة كلها أتت للعزاء. العائلة لا تجتمع إلا في المصائب. نعم. ماذا تستفيد جدتي رقية من زيارتها بعد موتها؟ كانت تتمنى أن تراكم في منزلها قبل أن تموت. كل منا مشغول في حياته ومشاكله. ولكنكم جئتم اليوم، هل تنتظرون حتى يموت الشخص لتجتمعوا في منزله؟ بالأمس في يدي. هل تبحثين عن شيء يا أمي؟ الملف الذي أعطيته لي وبه أسماء أفراد عائلتنا. ولماذا تبحثين عنه؟ سأنفذ فكرتك. سأتصل كل يوم بواحد من أفراد العائلة حتى لا يتكرر ما حدث مع جدتي رقية. ماتت قبل أن أزورها أو أتصل بها. ها هو. غريبة، لقد نظرت إلى المائدة ولم أجده عليها. ستجرين كل يوم مكالمة هاتفية لصلة الرحم؟ نعم، بعد 50 يوماً أكون قد اتصلت بالعائلة كلها. 70 يوماً يا أمي، لقد أضفت 20 اسماً جديداً. 20 اسماً؟ حسناً. أنت الذي وضعت الملف لأمي على المائدة. نعم، كانت نسيته في المطبخ، وأردت أن أقصر عليها البحث لأشاركها في الثواب.
أي ثواب؟ ثواب صلة الأرحام. وماذا فعلت بشأن حجك في ذلك العام؟ لم أوفر مصاريف الحج بعد أن تصدقت بكل مالي لغالب ابن عمي، وقد ذكرني هذا بأول رحلة حج في حياتي. متى كانت؟ كان عمري 16 عاماً. حججت في هذه السن الصغيرة؟ نعم، مع أمي وأخي رحمهم الله. كانت أمي وقتها قد انتوت الحج، ثم مرضت إحدى قريباتها، فأنفقت أمي كل مالها في علاج قريبتها. يا أمي، أضعت علينا فرصة الحج. والله يا أحمد، لم أستطع أن أترك زينب ابنة خالتي مريضة وأسافر أنا للحج. حسناً فعلت يا أماه. كيف؟ إنها لم تحج من قبل، والآن لا تدري متى تتاح لها مصاريف الحج مرة أخرى. الله سيعوضني خيراً إن شاء الله. انظر يا أحمد من الطارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهذا منزل إسماعيل البخاري؟ أنا ابنه، من أنت؟ صديق قديم لوالدك، كنت على سفر طويل ومات هو وأنا في السفر، رحمه الله. والدك كان قد أقرضني مبلغا كبيرا من المال، وضعته في تجارتي، وها أنا الآن أعيده إليكم مضافا إليه أرباحه عبر كل هذه السنين. سبحان الله، من الذي حملك على هذا ونحن لا نعلم شيئا عن هذا المال؟ أنت لا تعلم، ولكن الله يعلم. الله الذي أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي، إنه مبلغ كبير جدا. ألم أقل لك إن الله سيعوضنا خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، نستطيع الآن أن نحج بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يا رب تقبل حجنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم أعني على حفظ سنة نبيك الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم زدني علما وفقهني في الدين. اللهم زدني قربا منك وطاعة لك وقوة بك وحبا فيك. اللهم أدم علي نعمة الحفظ السريع والفهم العميق، ويسر لي تحقيق هدفي الكبير بأن أؤلف كتاباً أجمع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة، ليكون مرجعاً لكل المسلمين في كل مكان وزمان إلى يوم الدين.